على التاريخ الذي كرم ولم يكرم، الذي حمل على ظهره تاريخ أمة وقارة وبلد، إمبراطور تونس. إنه طارق ذياب، هو حال الكرة التونسية التي تنسى مسيرة النموذج، أسطورة يختصر في اسم من 4 حروف ولعلها 4 رموز، أولها حرف الطاء يعني طريق، وآخرها حرف القاء يعني قناص. القناص إذن قناص الترجي والمنتخب، أو رقم 10 في الكرة التونسية. بدأ مسيرته في أول مدرسة كرة قدم في تونس التي أسسها عبد العزيز بن عز الدين، وكان معه عديد النجوم الآخرين. 1969 التحق اللاعب بجماعة أريان، ثم انضاد إلى الترجي الذي توسع سنة 1972. ومنذ ذلك الوقت انطلقت مسيرة لاعب لم يأتي لحد الآن لا قبله ولا بعده في الكرة التونسية. 5 مواسم لعب فيها طارق ذياب 155 مباراة وسجل 43 هدف. ينتقل فيما بعد سنة 1978 إلى أهلي جدة السعودي ليلعب معهم 2 موسمين ويحرز الكرة الذهبية الإفريقية وكأس الملك سنة 1970. تونس صحبت مجموعة من النجوم لأول مرة في تاريخه إلى كأس العالم، الأرجنتين 1978، اللاعب الذي أتعب المغاربة وأحرج الألمان وأسكت المكسيك، كان عندما يسدد كرة في روزاريو هناك تستفيق تونس في إفريقيا. عفوا، إنه الحلم التونسي. يعود بعد ذلك للترجي الرياضي سنة 1980. 10 مواسم قضاها طارق بحلوية ومرية، سجل فيها 84 هدف في 272 مباراة، أرقام لم يقع تحتيمها إلى حد الآن. 7 بطولات و2 كؤوس تونس، هذه حصيلة إنجازاته التي توقفت سنة 1990 حينما قرر الاعتزال. إذن المعذرة أفريقيا، أنا هو السيد الأول، أنا هو طارق. جامد شدوني ما عدت ارشي في كل